السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. انتم كتشوفوا اليوم ان شاء الله الفلوق تاع اليوم، غادي نشارك معكم عيد ميلاد ديال ابن الاخ تاعي ادم، كمل 3 سنين اللهم بارك. اتمنى له عمر مديد وصحه وعافيه ان شاء الله، ونشوفه في اعلى واسمى المراتب بحول الله. غنشارك معكم التحضيرات اللي درنا ليه، هي تحضيرات وعيد ميلاد بسيط جدا. حبيت نشارك معكم الاجواء وكيفاش داز هذا النهار، لانه 3 سنين اول مره حنا كنشوفوه كيعيشوا في امريكا، اول مره كيجيو، اول عيد ميلاد غادي يدوزوه معنا. التحضيرات كلها من تحضيراتي، الا عجبتكم شي وصفه ولا شي حاجه شفتوها ننزلها لكم في قناتي الثانيه ولا في هذه القناه كذلك، علاش لا. غادي بقاو معايا وشوفوا لا فيديو حتى الاخير. ما تنساوش من لايك للفيديو حبيباتي، وتعليقاتكم محفزه، واشتراك بالقناه الناس اللي ما مشتركينش، دعمونا لاستمراريه القناه. وهانتوما معايا نشارك معكم هذه الاجواء والتحضيرات البسيطه، وهذا كله شغل ايديا وحياه عينيا. يلا نخليكم حبيباتي مع لا فيديو، شوفوا حتى الاخير، وصوا هذا لا فيديو اكبر عدد من اللايكات فضلا وليس امرا. يلا بقاو معايا وفرجه ممتعه. بالنسبه حبايبي لهذا الكاطو، هو شريناه من برا، يعني جبناه جاهز، هو الوحيد اللي جبناه جاهز في هذا البيفيه اللي غادي تشوفوه معنا. Oh, do you?
وهذه المفاجأة اللي كانت في العيد الميلاد، أننا درنا واحد غاطو لبنت اختي تسنيم كملت عام، ولكن ما داروش ليها عيد ميلاد، وبما انها كانت حاضره معنا فهكا كان اقتراح اننا نفرحوها وناخذوا لها صور ذكريات اول عام ليها كملات. ان شاء الله نتمنى لها كذلك عمر مديد ويشوفوها والديها كما كيتمناو في اعلى المراتب ان شاء الله.
الضوء شعل الشمعة.